بين جدران هذه الغرفة طعم آخر للحياة، هي تفاصيل يوميات أربعة إخوة أصاب المرض أجسامهم في سن مبكرة، إعاقة حرمتهم حتى من العيش البسيط، لا طفولة لا دراسة ومستقبل مجهول. كنت فاكرة هي كنت صغيرة كنت عذب حتى الآن باغي نشوف مرتي هادي واش يكون نمشيو من صغرنا ما كيكبرنا زاد علينا المرض ولا عمري كاع ما حسيت بيه نحس روحي هاز كاع بعمر التالي بعد صغري هايقت ما حسيت كاع بيها في هاد التالية داك من جرح كنت فكرة نشوف فيها كان بنات نتا جاتي قال الله يبارك يقرا عندهم شهادات الله يبارك وانا نشوف روحي هاكا كنت فكرة ربي سبحانه وتعالى لازم نصبر. حينما يصل الإنسان إلى مرحلة يشعر فيها أن عيش الحيوان أفضل من عيشه وأن لا جدوى من حياته في هذه الدنيا، هو إذن يتألم بقسوة وما بداخله لا يمكن لأحد أن يحس به. تقريبا نحس روحي من صغري نكتب عليك نقول لك 10 سنين 11 سنة نفكر من اللي زدت راني أكبر 100 جرحت بزاف تعذبنا بزاف صحي ما نسواش صحي انا عايش مش انسان كنعيش هو ايش عايش خير منا عايش خير منا هو ايش ان باغي نقرا كيما البنات نعيشو كيما الناس ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تعلمت بزاف كي شط انا مرض كي كنت نتعذب كنت نمشي نزيد نشوف خالتي الصغار فين كانوا يتعذبوا كيما مروا اللي مرينا به احنا والثلج هكا في البرد يتصحوا برا عائشه سعاد حميد وبشير قصص هؤلاء مع المرض والفقر سردوها لنا بألم وحسرة وكأنهم في جب عميق لا يقوون على الخروج منه ولا يملكون سوى التشبث بخيط من الأمل علّه يخفف عنهم ثقل المعاناة. قدم يشوفوا يا جا الناس اللي قدوا يعاونونا ما يخلوناش هكا عاونونا يتربي وربي يجازيهم كل خير في يوم القيامة. إذا ما بريناش حنا يبعوا بك خويا راه خويا الصغير فيكون عنده أمل. باغي نقول للناس يخفوا عاونونا راه المرضى ويزيد بزاف ويزيد باغي غايشوفوا لي حد الدواء المرضي ونشوف نقول هذو الناس اللي مشوفين المرسيني يعاونوني في اقرب وقت وفي اقرب اجل. لا يسعنا الحديث اكثر لان الصوره اصدق من كل تعبير وبقدر ما نقلناه من معاناه هذه الاسره بقدر ما نامل ان تجد قلوبا رحيمه ترأف لحالها وتعيد لها الامل في الحياه من جديد.